ميكرو فريد مع انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس واش يقدروا يعيشوا بلا اتاي. الا بغيتوا تعرفوا الاجوبه ديال الناس خليكم معنا بكل تواضع. اخ واش تقدر تعيش بلا اتاي؟ خويا المغرب كامل المكسيك يعيش بلا اتاي. وعلاش؟ حيت ارخص حاجه. ولا كيضرك راسك لما شربتيش؟ وراه بيان سور يضرك راسك، راه اتاي بليا وعنده تاريخ، عنده قيمه، عنده. هو الشعب المغربي عايش باتاي. دابا انت مبليبي. بيان سور خويا. الله يعفو عليك بكل تواضع. اللهم امين اخويا، الله يعفو على المغاربه كاملين. امين. لا مستحيل. وعلاش؟ حيت دابا اتاي من الثقافه المغربيه ديالنا. هو نوع من المنبهات. بحال دابا مثلا اتاي فيه واحد النسبه ديال الكافيين. تقريبا بحال اللي كاينه في القهوه. كافيين يعني الانسان المغربي ما يقدرش يستغنى عليه يعني نهائياً. منبه هو كيفيقك. منبه كيفيقك الفجر. بصح كتفيق مع الفجر اتاي هو الاول. ضروري اتاي كل صباح بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. ويلي اتاي ما نقدرش نعيش بلا بي. وعلاش؟ بحال قلتي شي حاجه اساسيه بالحياه ديالنا، ماشي ديالنا كاملين، ديال الفقراء، ديال الدراويش. ما ندرويش فهمتي، فقير غنشرب اتاي يعني. تربيت باتاي من صغري وانا كنشرب في اتاي، كيدوزوا لنا مع هيرنيس مع صابلين مع هادي، ماشي بحال دوك الناس البرجوازيه كيجيب لي الحليب العيب. كيدكوا لك الخبز في كاس ديال اتاي ويعطيو لك نفسه ودير العاشق ودوك لي فمو وعطي البعلوك يكبر. هذاك الشيء اللي كاين. ولكن راه منعاوش لك لما لك ملي كتشرب شي دكه هي نيت، راه الراس ديالك كيعمر. خليني من القهوه ولا شي حاجه اخرى فهمتي. اتاي عنده واحد الذوق ديالو زوين. ولا كان اتاي والشوا؟ راه اتاي والشوا كتنشوا. ويلي بكل تواضع. الله يحفظك. لا ما نقدش نعيش بلا اتاي. حنت كيقولوا واحد الميتان، كب وكتصر، كب وكتصر، هي كب وكتصر، هي كب وهرس وهرس. واحد الحاجه ما نقدش نعيش بلا اتاي. علاش؟ قبل نشربوا في الكيسان كانوا والدينا الله يرحمهم جميعا كيديروه لنا في الرضاعه مع الخبز ومع بسكويت. انت دابا فاطمينك باتاي. انا نفطهم على اتاي. بكل تواضع. بكل تواضع بكل احترامات. تحياتي. تحياتي. خويا واش تقدر تعيش بلا اتاي؟ لا ما نقدرش اخويا نعيش بلا اتاي. وعلاش ما تقدرش؟ اتاي ولفناه، انا ملي حلينا عينينا لقينا اتاي موجود ولفناه. يعني كنشربوه يوميا على الاقل جوج مرات في النهار. جوج مرات في النهار تقريبا. جوج مرات. وعلاش ما يكونوش خمسة المرات في النهار مع الوجبات؟ لا بزاف، جوج مرات صافي. جوج مرات. ملي كتشربوا باش كتحس؟ شويه. المهم كتحس براسك شويه، كتحس بلونتوزيازم مزيان شويه واحد شويه. كيس كي صافي يدير بحال كتنشوى وصافي. كتنشوى بكل تواضع بكل احترام وتواضع. تحياتي.